المساجد ياسين وانا من ذوي الاحتياجات الخاصه والوالدين ديالي متوفين وحاصل على الاجازه في الدراسات العربيه وصراحه كنلقى بزاف ديال المشاكل في الحياه ديالي بزاف اي حاجه كنبغي نديرها ما ما كنقدرش حيت ما عنديش يساعد لي, لي وما عنديش اللي يدين بجوج ورجل ديالي حتى هي ناقصه وشحال من خطره كنت كنطيح او اي حاجه بسيطه كنبغي غير نحك عينيا اولا كنبغي ناكل أو لا نبغي نهضر في التليفون ما كنقدرش والوالدين ديالي متوفين او اش لكم انا كنت محن بزاف وشحال بلاصه مشيت ليها وما عاونوني ما والو كنت و... كنكتب بالفم ديالي و... وصراحه كنلقى بعض المشاكل بزاف بزاف في الدراسه ديالي وكنت كان شحال من خطره حيت رجل ديالي ناقصه و... و... أقول لكم كنت محن بزاف انا تزاليت بحكه خليقه تزاليت بحكه من عند الله وقريت في واحد المدرسه ديال المركز ديال المشلوني في حي المحمدي و... وبديت كنتقاتل صراحه الوالدين ديالي متوفين و... وكيعاوني الاخوان والاصدقاء ديالي باش بديت كنقرا وبديت كان... كنتعلم بزاف د الحوايج وكنشوف الاصدقاء ديالي وبغيت صراحه نوصل انا ما بغيتش زعما صافي إعاقة ديالي تكون محدوده كان لا كتبغيت نقرا حتى انا بغيت نوصل حتى انا بغيت ندير شحال من حاجه في الحياه ديالي انا صراحه كنت كنلعب مع الدراري كرة القدم و... وكنت كندير حتى انا التمثيل في الكلية ديال عين الشق ديال الآداب العلوم الإنسانية كنت كندير التمثيل وصراحة عزيز عليا النكات مع الدراري وهادي وصراحة كاع الطلبة اللي قراو معايا ما لقاوش معايا مشكل الحمد لله تا هما الله يعمرها انا المشاكل ديالي راه بزاف الحوايج نتوما كتعرفوا بواحد انسان معاق وفي هذا الوقت صعيبه كنبغي غير ناكل كيضر الجوع ما كنقدرش كيفاش ناكل كتحكني غير عينيا ما كنقدرش كنبغي نهضر في التليفون ما كنقدرش كنبغي نلبس الحوايج ديالي يعني ما كنقدرش كنبغي ندخل للطواليت حتى هي ما كنقدرش وانتم عارفين انو الانسان معاق صعيب ما عنديش يدين بجوج ورجليا ناقصه وشحال من طحت وصراحه كاين ما كاين اللي كيساعدك كاين اللي كيشوفك واحد الشوفه شو ناقصه وانا متطلب ديالي بغيت باش نعيش انا بغيت باش نعيش انا بحالي بحال اي مواطن مغربي انا قريت وتقاتلت انا علاش علاش تعذبت اصلا علاش تعذبت في القرايه غير باش نوصل غير باش ما نكونش عاله على المجتمع المغربي انا كنتمنى من الناس المحسنين ومن من كاع ش غنقول لكم لجلاله الملك محمد السادس كنتمنى يشوف هذا هذا الفيديو هذا والناس المغاربه اللي صراحه كاينين الناس الطيبين كاينين اللي كيبقى فيهم الانسان انا معاق ما كنقدرش ندير بزاف الحوايج والوالدين ديولي دي متوفين واش غنقول لكم ودابا ما لقيتش شحال من بلاصه مشيت ليها الجمعيات طلعت بزاف ديال الجمعيات بزاف ديال البلايص مشيت لهم ديال الدوله ما عقلوش عليا كيقولوا لي تسنى غادي نتصلوا بك انا ما قريت باش نوصل ماشي باش نبقى نتمحل واخر حاجه اللي درت هي الكارديان انا دابا كنقاضي في عين الشق حدا اريحه نقاضي اريحه غير باش نعيش انا بغيت غنعيش انا ما كتعطينيش خاطري باش مش نمشي نطلب باش نمشي ندير شي حوايج اخرين نكذب على الناس ويعطوني ولكن انا ما بغيتش انا بغيت نوصل انا بغيت من الدوله هذه دي, دي لي شي حل كنتمنى كاع الناس اللي هذا الفيديو وكنتمنى كيوصل لسيدنا ناصر والله باش يشوف بن حالي حيت انا متوف الوادي ديالي متوفين وما كاينش اللي كيعاون لي والله خرجت و على ما كاينش اللي كيعاون لي